السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا تامن؟ وصلنا للوحدة الثالثة، الرأي العام والتواصل الاجتماعي. هاي الوحدة بتتحدث عن التواصل الاجتماعي في الوقت الحاضر، زي ما انتم شايفين اللي هي التويتر، الفيسبوك، الواتساب، طبعا اليوتيوب، طبعا أشياء طبعا ومواقع كثيرة زي ما انتم شايفين. طبعا هاي المواقع التواصل الاجتماعي بنسميها اللي هي الرأي العام، اللي هي عن طريقها بنقدر ناخذ رأي جماعات من الناس أو من أفراد المجتمع، نأخذ رأيهم في قضية معينة بتخصهم. طبعا هاي القضية ممكن تكون محلية أو عالمية أو اجتماعية أو سياسية تمس هاي القضية حياتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال فترة معينة. مثلا نأخذ استطلاع حول مرض كورونا وهو مرض العصر، هذا بنسميه رأي عام لما نأخذ أراء الناس في هذا المرض. يعني استطلاع رأي العام يعني دراسة وجدت بالمجتمعات من طبعا في المجتمعات المعاصرة لها أثر في مجريات الحياة حتى تعرف الدولة رغبات أفرادها وحاجاتهم، واللي بيعزز انتشار هذا الرأي العام وسائل الإعلام والاتصال. إذن الرأي العام هو اتجاه أفراد المجتمع نحو قضية ما، يعني رغبتهم أو ميولهم في قضية معينة قد تكون محلية أو إقليمية أو عالمية طبعا وقد تكون اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو فكرية أو تربوية تمس حياتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مدة معينة. هذا تعريف الرأي العام. ما هو مفهوم الرأي العام؟ الآن في عنا سؤال: اذكر أمثلة على بعض القضايا المحلية في المجتمع التي تشكل رأيا عاما. من هاي القضايا هي ارتفاع سعر سلعة معينة، مثل ارتفاع أسعار الخضار، الفواكه، المواد التموينية. 2، تعديل قانون فرضته الدولة ترغب في معرفة آراء أفرادها. 3، موقف من قضية سياسية، مثلا القضية الفلسطينية، قضية مثلا قضية صحية، مثل مرض العصر هو مرض كورونا، استطلاع رأي الناس حوله. ما هي أهمية الرأي العام؟ الرأي العام له أهمية كبيرة. أولا يساعد صاحب القرار على اتخاذ القرار المناسبة أو القرار المناسب في ضوء طبعا المعلومات المتوفرة لديه. إذن يساعد على اتخاذ القرار، وأيضا يساعد على صياغة القوانين والأنظمة التي تصدر عن الجهات المختصة لأنهم يكونوا عرفوا رغبات الناس. أيضا يعد مؤشر على المشاركة المجتمعية في القضايا العامة، إنه طبعا أفراد المجتمع بيشاركوا في المجتمع أو في القضايا العامة في الدولة من خلال الرأي العام. أيضا ترويج، طريقة لترويج مشروع اقتصادي أو سلعة معينة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. الآن ما هي العوامل المؤثرة في الرأي العام؟ أول هذه العوامل بتأثر في الرأي العام أكيد وسائل الإعلام من تلفزيون، إذاعة، صحافة، أيضا النت، شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، الواتساب، التويتر، الانستغرام إلى آخره. أيضا المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات وكليات، وأيضا التوجهات الحكومية وقراراتها، قرارات الحكومة اللي بتنصب طبعا في خدمة الأفراد، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وهي مؤسسات تطوعية. طبعا الأفراد اللي فيها ما بياخدوا راتب مقابل أعمالهم،